إذا بدك تكشف عنه بداية هذه الحلقة. هلأ أنا ما بدي سميه سكوب من الباب الإعلامي، أنا بدي سميه فضيحة من الباب الأمني، لأنه اليوم لما بيكون في إليزابيث شيركوف يلي هي تعتبر باحثة حسب ما بتعرف عن حالها، باحثة وهي باحثة إسرائيلية روسية كانت تباهت مرارا وتكرارا وموجودة على تويتر لما بتقول أنه أنا شاركت كنت بحرب على لبنان بحرب تموز، يعني بكل هيدا الشخص يلي توقفت واختطفت يعني انحكى بعناوين كل واحد حسب كيف بيشوف يعني اختطافها والقضية أو الجهة الخاطفتها، لأنه ما في أي معلومات واضحة عن لأنه اختطفت بالعراق. ما بيعرف التفاصيل. إليزابيث شيركوف هي باحثة إسرائيلية روسية عندها كذا اسم، لأنه حسب وين بتفوت أيام باسم ليزا أركادي، أيام باسم إليزابيث شيركوف، أيام باسم أحرف متشابهة قريبة على بعضها، لأنه عندها كذا باسبور عم بتفوت منهم. دخلت إلى العراق، تم اختطافها بالعراق، اختفت إلى آخره، خلهم يصطفلوا يشوفوا بالعراق. أنا إلي بلبنان، أنا كمواطنة لبنانية شخص إسرائيلي شو ما كان، إذا متباهى أو مش متباهى بمشاركته بحرب تموز، أوكي، هلأ منشوفها على تويتر. كيف هيدا الشخص وخلي الأجهزة الأمنية تكذبنا بسنة 2022 من شهر 4 لشهر 7 كانت داخل الأراضي اللبنانية والتقت بأشخاص من مجالات عديدة، إما دخلت باسم، أنا بعرف كيف دخلت وخلي الأجهزة الأمنية هي اللي تقول، لأن إحنا ما عم نحكي شيء مش متأكدين منه. كيف دخلت؟ دخلت عادي طبيعي، بس بأي اسم دخلت؟ دخلت باسم إليزابيث شيركوف أو باسم ليزا أركادي، خلوا الأجهزة الأمنية خبرونا، أنا عم بعطيهم من أي تاريخ لأي تاريخ. كيف باحثة إسرائيلية، ما بدي أقول تباهت أو لم تتباهى، شاركت أو لم تشارك، دخلت إلى الأراضي اللبنانية؟ أين الأمن العام هون بسنة 2022؟ التهوا فيه، خبرونا، التهوا فيه. إيه قضايا مثل هيدي بيركضوا عليها. كيف دخل؟ شو كانت عم تعمل بلبنان خلال هذه الفترة؟ هيدا إذا ما كان داخلي بغير فترات، أنا عم نحكي على الفترة اللي مأكدين منها. نعم. شو كانت عم تعمل؟ ومواليد 86 تتأكدوا كمان كرمال البحث يكون يصير أسهل. عن جد كيف يعني أنا بس كمواطنة لبنانية قبل ما أكون صحفية استقصائية حليمة، إحنا كمواطنين كيف يعني شخص بيناتنا دخل بهيدا الوضوح قاعد بلبنان شو ما كان؟ بكرة بيتحججوا أنه دخلت بباسبور ليس باسبور الإسرائيلي بطبيعة الحال، بيقولوا أنه نحن ما تمنى يعني اعتبرهم غير محققين أو مش قادرين، لأنه بعد بعرف أنه عندهم قدرة أنه يحققوا بكتير وعندهم علم وخبرة والبدهم إياه وقتها بدهم. هلأ بدهم يقولوا لنا أنه اللي قدروا لقطوا الأسير هو وفالل وكان لازم يلقطوه، يعني انه هول مش قادرين يعرفوا اذا إليزابيث شيركوف او ليزا أركادي هي اسرائيليه وروسيه، مش قادرين يعرفوا مين هي.